حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن أبيه قال أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني أديل وكان جاهليا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كذب يتبعه حيث ذهب فسألت عنه فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لهذا عمه أبو لهب حدثنا سريج حدثنا ابن أبي الزنادي الزنادي عن أبيه عن ربيعة بن عباد الدؤلي وكان جاهليا فأسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال فقلت من هذا قال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهو يذكر النبوة قلت من هذا الذي يكذبه قالوا هذا عمه أبو لهب قال أبو الزنادي فقلت لربيعة بن عباد إنك يومئذ كنت صغيرا قال لا والله إني يومئذ لا أعقل أني لا أسفر القربة يعني أحملها